خلينا نبتدي. احنا بدايه جديده زي ما لسه بقول يعني، والبدايه دي يعني بادينها بمشاورات، ولسه بتكلم في بدايه الحلقه اول خبر تقريبا كل يوم بيحصل ايه في الحكومه، مين هيتغير مين هيفضل موجود. انت بقى بالتاكيد متابع الكلام ده دكتور عمار؟ طبعا طبعا. فقول لي احنا كده ماشيين صح؟ لا مش ماشيين صح. ليه اطلاقا؟ ليه؟ من 7 سنين انا كتبت مقال وقلت لمجدي الجلاد في مصر اليوم، قلت له اول حاجه لازم نعملها زي بره، بره بيطلع مجله باري ماتش مثلا او اكسبريس او اي مجله كده، تقول لك هؤلاء الـ50 الذين سيحكمون فرنسا في السنوات القادمه. انا اقترحت يميها، والاقتراح ده ما زال اهو، لو حد جورنال او مجله او تلفزيون يعمله بيعمل ايه؟ بشوف، لان انا عندي مشكله في مصر ان ما عنديش احزاب تفرغ الناس اللي انا عاوزها، محافظين ووزراء وغيره، ولا برامج، وبالتالي انا عندي فراغ بره الاحزاب. الحزب الاشتراكي او الحزب اليميني جاهز، اول ما ياخد الاغلبيه بياخد الحكم، عنده كل حاجه، عنده الاسماء وعنده البرامج. طبعا ما عنديش ده، طب اعمل ايه؟ انت عارف حضرتك لغايه النهارده احنا حزبيص عشان نشكل حكومه، التدخلات والخناقات والحق روح من الحته الفلانيه وما تخليش حد يشوف، ما تقولش لحد، وبعدين يبدا التدخلات دي تعمل ايه؟ تجبر ساعات ورئيس الوزراء بشكل او باخر انه يختار ناس ما هماش المطلوبين. طب احلها ازاي المعادله دي؟ انا مش هخترع العجله، ما العالم كله عامل الكلام ده. بيعمل ايه العالم؟ اقول انا عاوز وزير للصناعه او الزراعه او التجاره او التعدين مثلا، بلاقي احسن 5 وانا فاضي، مش وقت مش قبلها 24 ساعه، كان عندي 7 شهور اهو، يبقوا جاهزين عندي اصلا، جاهز في الدرج. الدرج رقم 1 رئيس وزراء، عندي 4 أسماء ينفعوا احسن من بعض الـ4، اطلع الدرج كده. الـ4 بقى ايه في الفراغ؟ ابعدتهم امن الدوله والمباحث والمخابرات والبتاع والحاجات الحواديت اللي بتحصل النهارده الليله دي. يبقى انا منحت الضغوط نمره 1، ثانيا ما وقعش في حزبيص، ثالثا ان انا جاهز بالـ4 اللي ينفعوا رئيس وزراء. عاوز وزير كذا، وزير نقل، عندي 4 أسماء وزير نقل. عارف حضرتك النهارده وزير ري مش لاقيين وزير ري؟ النهارده محلب لغايه امبارح مش لاقي وزير ري. وانت عارفه وزير ري المره اللي فاتت كان حصل ايه؟ حصل قصه ايه؟ لما بعت الراجل شكوى وبعدين جابوه هو تاني وحد قاعد في المكتب. طب وده كلام؟ وقبل كده وزراء تجيب بالتليفون بتطلب مثلا احمد حسين، يقوم يجي لك سعيد حسين فتاخد سعيد بدل احمد؟ هل ده ينفع؟ طب وهل ده تفسير ان نفس الوجوه والاسماء بتعيد نفسها؟ يعني طبيعي. بتتكرر في كل وزاره، لان هي نفس الضغوط ونفس الاسماء، وبالتالي هتنتج نفس الانتاج. انا مش فاهم يعني، الرئيس السيسي كان عارف انه يبقى رئيس، بيتهيألي يعني كان واضح جدا من شهرين، ومحلب كان واضح من 2-3 أسبوع ان هو هيبقى رئيس وزراء، كانت باينه يعني. لا بس في ناس يقول لك ايه ده، يعني احنا بنعيد نفسنا تاني لان مفيش كفاءات، او حتى يعني خايفين نغامر باسماء جديده ما اشتغلتش واحنا مش في مرحله تجريب، فناخد المتجرد. لو مبارك كان قاعد للنهارده كان هيجيب السيسي؟ طب ما السيسي هو ينفع، مش احنا كلنا عاوزين السيسي وشايفين انه ينفع؟ كان جابه؟ ما كان يميها بيقول لك مش لاقي واحد اعمله نائب. معناها ايه؟ لما تقعد تقول مفيش حد وضغط انت على الناس ومفيش اي فرص للناس تقدم نفسها وتبرز وتدور انت على الكفاءات، لان خلي بالك في كفاءات كتير جدا في مصر، مصر ما عندهاش مشكله كفاءات ولا عقول. احنا من اغنى الدول في العالم اللي عندها ناس مش عارفين يوصلوا. ولكن بالظبط، اصل ليه؟ في واحد بيحترم نفسه. ازاي؟ في واحد بيحترم نفسه، مش عاوز سوري يعني اللي بيجرى ده، مش عاوز المشاكل دي، لا، فبالتالي باخد خطوه لورا واقول لا مش عاوز. واحد تاني يقول لك انا ما عنديش حكايه ان انا اعمل ضغط عشان يجيبوني وزير. واحد تاني تقول لك احراج ليا ان انا ابقى كده زي عبد مشتاق لما حصل حكايه عبد مشتاق، وبالتالي ناس كتير بتدارى. في الاخر ترسى على مين؟ ترسى على نفس الاسماء ونفس الوجوه ونفس التدخلات. طب غير نفس الاسماء، الناس دي جايه تعمل ايه؟ ما هو ده البرنامج. هتشتغل في ايه؟ مع ايه خبرات؟ ما هي دي اسوأ. انت لما تجيب واحد بالصدفه او بالضغط هو اصلا ما عندوش برنامج، وبالتالي بتلجا لايه؟ المحلب بيقول ايه امبارح؟ كان هجيب ناس من الوزارات عشان يبقى من دي وان نشتغل. ليه هو عمل كده؟ ليه جاب واحد من الوزاره حتى لو كان ضعيف؟ ليه؟ هو خايف يجيب واحد من بره مش عارف حاجه عن الوزاره، او يصطدم باللي جوه الوزاره، او بيصطدم بالناس اللي فيها. يبقى الحلقه دي لازم تتكسر. تتكسر ازاي؟ طب خلاص اللي حصل حصل المره دي كمان. ربنا بيقول الكلام ده من 7 سنين. اللي جرى المره دي، حزب بيصه قاعدين حزب بيص واسماء وخناقات، وعندي اسماء لنقل اكتر من وزاره، مش هنقول مش قضيتنا الاسماء النهارده، لكن ما ينفعش الطريقه دي. لازم من بكره بعد الوزاره ما تتشكل ابدا فورا، لان بعد 4 شهور عاوز وزاره. مين اللي هيتحاسب عن اداء الوزاره؟ نعم، مين اللي هيتحاسب عن اداء الوزاره؟ الوزاره نهين الوزاره اللي هتتشكل دي اللي هيتحاسب عليها مين؟ اللي هيدفع الحساب لو هي في مشكله احنا الشعب، لو في مشاكل في الوزاره اللي هيدفع الفاتوره احنا. لكن لان احنا في الاخر ما بنقدرش نحاسب الحساب الدقيق. ولكن تصوري ان بما ان الرئيس عاوز ينجح ما عندوش حل تاني، ما عندوش اختيارات، الرئيس لازم ينجح.
واحنا كمان لازم ننجح، لان لو هو فشل احنا رحنا في داهيه، هو راح في داهيه واحنا رحنا في داهيه، وبالتالي اصبح لا خيار قدامنا ان احنا ننجح، وبالتالي هنقبل اللي حصل عشان ما نعملش مشاكل من الاول، هنقبل الموجود، اختار حكومه بالواسطه بالعفريق مش مهم، لكن عاوزين من دي وان من يوم السبت او الحد نبدا نشوف البرامج دي، نسمع للناس. ما في ناس عندها مشروعات خطيره جدا، احنا في بنك الافكار قدمنا ايام عصام شرف في كل المجالات مشروعات مدروسه الجدوى، مش افكار بقيه ولا افكار نظريه، مشروعات مدروسه في الطاقه وفي الكهرباء وفي التعدين وفي الزراعه الى اخره، ناس عندها مشروعات مدروسه الجدوى، هل حد فكر يبص فيها؟ مركونه في مجلس الوزراء تلاقي الفران كليتها دلوقتي. ليه بيحصل كده؟ طب عشان مش عارف، لان هل الحكومه بتبقى ملخومه جدا؟ بتجيب انت حكومه بتبقى الاعباء اليوميه كتير، يعني الوزير اللي بيقوم الصبح ده رايح الوزاره الساعه 8 يلخموه بوسطه ساعتين ثلاثه، وبعدين يقعد يقابل الناس المسؤولين في الوزاره، وبعدين يقعد يقابل اصحابه وضيوفه واصحاب المشاكل، طب ما اخر النهار الساعه 11 بالليل ما خلاص خلص. يعني احنا فاهمين مثلا